الست أنغام بتقول أغنية، في أغنية عندها جميلة اسمها بتوصفني بتكسفني، بتقول له حلمت تشوفني بالطرحة ولون قلبي على الفستان، بجد هموت من الفرحة، طب احكي كمان، وإحنا بنحكي كمان في باب الخد. القاهرة مدينة الإنتاج لبهنسة للقاهرة لبهنسة للمنيا، من المنيا لسيوة، من سيوة لإسكندرية، من إسكندرية لبورسعيد، ومن بورسعيد للقاهرة، ومن القاهرة لدمياط لراس البر. الله، أنا جيتها وأنا يعني فتى مليء بالأحلام والأمال. كانت راس البر اللي انتوا حضرتكم تعرفوها، العشش الجميلة. أنا الحقيقة جيت المدينة زي الفل، مدينة راس البر زي الفل، لكن احنا عندنا يعني شطارة عظيمة جدا في احنا نحول الحاجات الحلوة اللي ليها خصوصية لحاجة شبه أي حاجة. فراحة العشش وراحت الحاجات، بنت البيوت اللي انتوا حضرتكوا شايفينها ورايا ديت. وانور سال الراجل حد من الناس اللي موجودين، قال له يعني هنا البيت بكام ولا بتاع، قال له ال 60 متر يعني شقه صغيره كده، 60 متر تخش لها في 1.5 مليون 2 مليون، لو اكبر من كده تخش في 4 مليون 5 مليون. مع ان زمان كانوا بيعملوا حاجه غريبه، بياخدوا الخوص والحصر والحاجات دي يعملوا منها العش. كانت بتكلف اظن، هقول لكم الارقام بس انا هخليها في العموم. ويقعدوا في الصيف، يجي الشتاء يطير العش، خلاص مع السلامه مش عايزينها خلاص. ايه جمال العشه؟ اولا بتيجي تحس انك انت مش في بيتك بقى، في حاجه تانية، زي ما بتروح فينيسيا الوقت تشوفها مثلا تحس ان انت في دنيا تانية. ادي اول حاجة، انك بتيجي تعمل طقس ما بتعملوش ابدا، مكان بتعيش فيه غريب جدا، تطلع 3 سلالم. انا جيت سكنت في العشش دي، تطلع 3 سلالم، وهبة بتقول لي بسرعة مش عارف ليه، ما ان احنا جايين يعني كله تمام يعني، تطلع 3 سلالم وتلاقي العشة، اوض صغيرة كده جميلة. ايه العبقرية في العشة؟ ان البنى من الارض الطبيعية، من الخوص اللي موجود. طب زق بقى كمان اهم حاجه، ان العيش الخوص ده لما يتحط في بعضه كده لا يمكن يلزق زي الاسمنت الغبي، انه مفيد طبعا، فيبقى فيه فتحات تقوم تدخل هواء، ما نحتاجش تكييف ولا حاجه. لكن احنا ضيعنا كل دوت. واحد من مرسى مطروح بيقول لي صح، من راس البر بيقول لي صح صح. احنا داخلين دلوقتي، تعال انت بقى، انت مش طارق. طيب بص، امشي بقى بالكاميرا كده وريما. هنا بقى عند الفنارة اللي انت شايفها لونها طوبي كده، البحر، البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط يلتقي مع النيل، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. شوف العبقرية، العلم راح وجه، خلي بالك طبعا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا يبغيان يعني شوف عند الحته دي لما بيخش النيل مع البحر، يخش النيل مع، لا يمكن يعتادوا على بعض، ده ثبت العلم. في سوره الفرقان كمان فيه هذا عذب الفرات، اللي هو ده، خليك معايا انت، ده العذب الفرات، هذا نهر النيل العظيم. وامشي بقى كده، واللي هناك ده اللي انت شايفينه عند الفنار ملح وجرس. تعالوا بقى ايه، احكي لكم شويه حكايات عن راس البر اللي بدات تبقى مدينه حقيقيه
في أوائل القرن، تقدر تقول 19، نص 19، لكن سخنت الأحوال قوي قوي مع الحرب العالمية. فراس البر حكايات كتير طبعا يزينها الست أم كلثوم. السلام عليكم. ايه السمك جه ولا ايه؟ اه طيب كويس. من سنين طويلة وقف هنا المقريزي، ويبدو انه كان عايش قصة حب. بس قبل ما يحكي قصة الحب، في قصيدة اسمها مرج البحرين اتكلمش كلمتين كده يعني من باب الجمال، سحر المكان. ما كانش فيه المناظر دي، كانت جزيرة يسموها جزيرة دمياط. فقال ايه عمك المقريزي بقى؟ فيا حسن هاتيك الديار وطيبها، فكم كم حوت حسنا يجل عن العد، فلله أنهار تحف بروضها كالمرهف المسكول أو صفحة الخد. يا سلام، خد بيت كمان. وفي مرج البحرين كم عجائبي تلوح وتبدو من قريب ومن بعد. وبعدين بقى في الوسط حكى قصة الحب اللي أنا معرفش عنها حاجة، بس لما قريت مرج البحرين حسيت إنه لازم نشوف إيه الحكاية بتاعت المقريزي في راس البر. هنحاول نشوفها ونقوله. راحت الدنيا وجت على المكان دوت، لكن الصوفية ليهم دور في الحكاية دي. كانوا بيجوا عند شيخ هنا اسمه شيخ أبو المعاطي، ده اللي بيحتفلوا بليلة المولد بتاعته في نص شعبان. وبعدين الشيخ كمان في شيخ اسمه سديد بتاع الطريقة السنانية، وفي كمان الشيخ صياد، يخلصوا الاحتفالات بتاعتهم وبعدين تمام بقى يجوا يتفسحوا هنا ويصطادوا ويتبسطوا وهيصوا. وتوالت الناس على هذا المكان المسمى براس البر لغاية ما أحداث كتيرة بقى. طبعا محمد علي اهتم بيه لأن مينا دمياط مهم جدا كان محمد علي. وبعدين هنا حصلت غزوات هذه الأرض الطيبة من الأراضي اللي شهدت معارك لا تنتهي، لأنه مكان مميز جدا، بيطل نيل والبحر الأبيض المتوسط بيبص. ولذلك كانت العلاقة وطيدة ما بين هنا وما بين جنوب أو يعتبر شمال البحر المتوسط من عندنا، يعني اللي هو إيطاليا وصقلية واليونان والحتت دي كلها، كان في علاقات وطيدة بينهم وبين المكان ده. وحصلنا حروب كتير جدا يعني فوق عد زي ما أنت عايز من ايام. فاكرين لما كلمتكم عن الاسكندر الاكبر ان هو لما مات قال انا مش هحكي الحكايه اللي كانت في سيوة الا لما اروح مقدونيا لامي. وبعدين مات، فحاولوا ينقلوه، مش حاولوا، خدوه ينقلوه الى مقدونيا. هو ماشي بطليموس طلع مننا من عند دمياط وجابه في معركه كبيره جدا وقدر يجيبه. عشان كده احتمال كبير جدا يكون مقبرة الاسكندر الأكبر تكون موجودة في اسكندرية لسبب القصة دي، إن بطليموس الأول حب ياخده ويحطه هنا عشان يثبت دعائم ملكه. وبطالما طبعا حكمه تاريخ طويل كل ده في المنطقة دي. لكن لما جت الحرب العالمية كانت الناس بتصيف في اسكندرية، الناس الخواجات والناس المريشين. فزي ما تقول كده ربنا، انا عايزك تجيب المنظر التحفه ده. بص بص، وفي راس البر بقى لما قامت الحرب بدات الحكومه المصريه ايام بقى الولاء والخديوي، وبعد كده محمد علي، ايام بعد محمد علي يعني، والملك فؤاد والملك فاروق والثوره بدات برضو بس على خفيف بقى، لانه كانت اسكندريه انتهت الحرب العالميه فما بقاش فيه مشاكل عند اسكندريه. جم هنا في راس البر، وكان استاذنا صلاح منتصر كتب مذكرات كتير عن راس البر. كانت راس البر مكان مهم جدا، الحكومه بتيجي، وكان في فندقين، مصطفى النحاس بيسكن في اوتيل اسمه كورتيل، وخصمه او بقى الحزب التاني ينزل في حاجه اسمها مارين. أم كلثوم كانت بتنزل في مارين ده برضه،
عبد الوهاب ينزل في كورتيل ده. طيب بيقول لك انه ليلى مراد عاشت قصه حب مع واحد دمياطي وغدوا هيتجوزوا بس الحكايه باظت في الاخر. يقول لك كمان ان عمك نجيب الريحاني كتب هنا حسن ومرقص وكهين، قعدوا كتبوهم هنا. يقول لك كمان في الكتب وفي الروايات ان عمك عبد الوهاب هذا الجميل الموسيقار العبقري اللي نفسي اعمل حلقه عنه بس اسمعكم حته حته من مقدماته الموسيقيه اللي مش معقوله، يعني حته حته من كل اغنيه حته تشوفوا قد ايه الراجل ده كان عبقري، مش بس ام كلثوم اغانيه وحتى اغانيه هو واغاني عبد الوهاب واغاني عبد الحليم. اول مره شاف السيده اقبال نصار زوجته كان هنا برضو في فندق كورنيش يوم 13 يوليو. رن التليفون فرض. الو انا اسمهان انا جايه بكره. فحجزوا لها على طول واهلا بيكي وهنستناكي. تاني يوم اللي هو 14 ركبت اسمهان عربيتها وحصل اللي انتوا طبعا كلكم عارفينه وقصه اختفاء سواق اسمهان حتى هذه اللحظه لم يعثر احد على سواق العربيه اللي كانت فيها اسمهان. وقيل ما قيل طبعا لكن هي وراها حاجه تانيه يعني لسه لم يكشفها التاريخ بعد. وكانت نهايه قصه اسمهان. وكان يوم بقى ايه لان الاوتيل قاعد يستنى اسمهان ما بتخلفش موعدها وبدات الناس مستنيه اصدقائها ومعارفها وبتاع لان هم زمان لما كانوا يجوا هنا كانوا ممكن يقعدوا على الكورنيش ويغنوا يعني كده مش حفلات ولا حاجه. لكن ما جاتش اسمهان. وكان يوم حزين على راس البر كلها لان هم سمعوا في الراديو بان اسمهان عربيتها غرقت في الميه وتوفت. في راس البر حكايات كتير. دي بس كده يعني ايه تسخين على راس البر. لكن عايز تعرف راس البر الحقيقية؟ تعالى تعالى. في المية دي في آثار لم تكشف بعد، آثار عملاقة، مدن ومدن 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 على فكرة متصورة، نزلوا تحت صوروها. ولذلك أسرار راس البر موجودة في هذه المياه، وعشان كده أسرارها مش ممكن هتخلص.